فاعلة وجميلة، الأسئلة كانت متنوعة وعميقة، استهدفت مجموعة من المحاور على رأسها مسير الفني لنجمنا العربي هاني سلامة، وأيضا للمخرج الكبير سعد هنداوي لما قدمه مجموعة من الأفلام. كان نقاش يرتبط أساسا بالعلاقات بملامح السينما المصرية الآن، إكراهات الإنتاج، إكراهات التسويق، التنافسية الحادة في الحقيقة، وأيضا ارتبطت بدراسة العلاقات القائمة بين السينما المصرية والمغربية. هو تصغير من الفيلم القصير أو تأثير منه؟ أنا طول الوقت مش ضد إن أنا المسميات اللي هو عن فيلم قصير ولا فيلم طويل ولا فيلم نص وسط. المهرجان مهم. المهرجان أنا لما جيت من مصر عارف أن جاي مهرجان طنجه، مهرجان بالنسبة لنا مهرجان مهم، ومهرجان في إطار المهرجانات العالمية، وأنا مبسوط جدا أن المهرجان القائمين عليه كله شباب وهم اللي بيقوموا المهرجان واخدين على عاتق. أنا أتمنى من الحكومة المغربية أن هي تهتم بمهرجان طنجه تحديدا وتسنده بشكل أكبر، لأنه في النهاية المهرجان محقق نفسه ومحقق جدارته على مستوى العالم العربي وعلى مستوى العالم بشكل عام. للأسف ما جاليش أي أعمال لها علاقة بالسينما المغربية يعني، أو ما فيش سيناريو مثلا جالي يربط مثلا ممثلين مصريين بممثلين مغاربة في عمل مشترك، إنما وارد إن ده يحصل طبعا. أنا أول مرة أجي هنا حاسس بألفة يعني، حاسس براحة نفسية يعني. مدينة جميلة، موقع استراتيجي يعني، موقع جغرافي رائع، شعب ودود جدا، شعب خلوق يعني. واتمنى ان شاء الله ان احنا يعني نفضل دايما متواصلين مع بعض كده ونتقابل دايما على خير ان شاء الله. اقول لهم كل سنه وانتم طيبين بمناسبه مولد سيد الخلق يعني سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام، ويا رب ان شاء الله دايما نتقابل على خير وسلام ومحبه، وافضل دايما عند حسن ظنكم.